النادي الاهلي وفوزه بالميداليه البرونزيه كان حديث وسائل الاعلام العالميه اللي كلها اشادت باداء الاهلي بطل افريقيا. هنشوف مع حضراتكم هذا التقرير ونتعرف من خلاله على وسائل الاعلام قالت ايه عن فوز النادي الاهلي بالبرونزيه ونرجع نكمل كلام. نسر نادي الوطنيه يحلق على منصات التتويج العالميه بالفوز ببرونزيه كاس العالم للانديه للمره الثانيه في تاريخه. الأهلي العالمي كان حديث وسائل الإعلام العالمية عقب الفوز على بالميراس البرازيلي بالركلات الترجيحية 3-2 وحصد برونزية مونديال الأندية، إلى جانب تلقي المارد الأحمر التهنئة من الأندية العالمية عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. النادي الأهلي أصبح أكثر الأندية العربية والإفريقية ظهورا في المحفل العالمي بخوض 15 مباراة، بالإضافة إلى أنه أول ناد عربي وإفريقي يحصد البرونزية مرتين عامي 2006 و2021. وسلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على الإنجاز الذي حققه الأهلي والبداية مع صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية التي قالت الأهلي يحسم المركز الثالث على حساب بالميراس البرازيلي ليحسم بطل إفريقيا المركز الثالث في البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد 2006، وتحت عنوان الأهلي يهزم بالميراس لينتزع المركز الثالث في كأس العالم للأندية، قال موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن الأهلي كرر أفضل نهاية له في كأس العالم للأندية بفوزه على بطل أمريكا الجنوبية بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي، مؤكدا أن قائد الأهلي وحارس مرمى محمد الشناوي كان بطل الفريق في ركلات الترجيح. موقع فرانس 24 الفرنسي أكد في عنوانه أن الأهلي فاجأ بالميراس وحصل على المركز الثالث في كأس العالم للأندية، وقال إنه بعد نهاية 90 دقيقة بالتعادل 0-0 صدم الأهلي بطل إفريقيا العملاق البرازيلي بالميراس وفاز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية بركلات الترجيح، بعدما تصدى محمد الشناوي قائد الفريق لركلة الترجيح الأخيرة من فيليبي ميلو لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق ليحقق الأهلي الفوز بنتيجة 3-2. وتحدثت صحيفة جلوبو البرازيلية عن المباراة وقالت بالميراس يخسر أمام الأهلي بركلات الترجيح ويصبح أول فريق برازيلي يخسر في المنافسة على المركز الثالث في المونديال، وتحت عنوان الأهلي المصري يطيح ببالميراس ويحصد برونزية المونديال، قالت شبكة سكاي نيوز الإخبارية العربية كرر الأهلي المصري بطل إفريقيا إنجاز عام 2006 وظفر ببرونزية كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية 3-2 بركلات الترجيح. وأضافت وهي المرة الثانية التي يحرز فيها الأهلي المصري المركز الثالث في مونديال الأندية بعد الأولى عام 2006 في ثاني ظهور في المسابقة آنذاك بقيادة مدربه البرتغالي مانويل جوزيه على حساب كلوب أمريكا المكسيكي 2-1. وأشادت سكاي نيوز بأداء حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي الذي صد ركلتين ترجيحيتين من أصل 3 ركلات أهدرها الفريق البرازيلي، حيث تصدى للأولى التي سددها روني دا سيلفا والخامسة الأخيرة للقائد الدولي السابق فيليبي ميلو. وجاء عنوان قناة العربية الإخبارية الأهلي المصري ينال برونزية مونديال الأندية، وقالت إن محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي المصري قاد الفريق إلى برونزية كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2006 بعد تصديه لركلة الترجيح الحاسمة ليمنح بطل إفريقيا الفوز 3-2 على بالميراس البرازيلي في مباراة المركز الثالث.